أنا بعرف إنه وشي ما تغير أبداً وإنه لساته مثل ما هو. أهلين فيكي. أهلين فيك يا قبلي. مو حابب تعرف ليش أنا أجيت لعندكن على البيت هلأ؟ وليش متحمسة بهالظروف ما بدك تعرف؟ لأنكن نسيتوا تعزموني وتخلوني شارككن بسعادتكن، ومشان هيك أنا قررت إنه أجي لعندكن وبارك بنفسي. ألف مبروك على زواجك الثاني ابني حيدر. هالشي بجنن، انت خليت كل الرجال يحسوا بالفخر هيك. وبتمنى لك أيام حلوة بحياتك، وجبت لك معي هدية زواجك الثاني. يا الله، ترى مين بتكون هالمرأة؟ رفعت إيدها على حيدر وقدام الكل ومع هيك ما حكى ولا كلمة. يا ريتني ضربتك كف أقوى من هالكف بكتير على خيانتك يلي ما إلها مبرر أبدا. أنت كنت تقلي إنك ابني مزبوط ما؟ ولا حتى أنت عرفت تكون صهر منيح لألي؟ صهر؟ أيوة، يعني هي إما لدعاء. مو على أساس أنت زلمة صاحب مبدأ يا حيدر؟ شو اللي صار بمبادئك هلأ؟ تتذكر شو كنت تقلي؟ أمي أنا رح أسعدها لدعاء وما رح زعلها كل حياتها، بحياتي ما رح أكسر لقلبها. هيك بتسعدها أنت؟ رحت وجبت لها مرة تانية وقعدتها بهذا البيت؟ اللي شغلة وحدة حيدر، لو لانا أنت كان عندك هذا البيت اللي كان معك حق كاسة المي. وإذا أنت لسه بتخجل على حالك لازم تروح وتقتل حالك فوراً. لا توطي راسك هيك ابني، لأني زوجتها لبنتي لرجال مو لواحد ما قاله كلمة. لهيك اطلع بعيوني وجاوبني يا حيدر، قلي ليش أنت خنت لبنتي دعاء بهذا الشكل وجبت مرة تانية؟ جاوبني ليش؟ بكفي يا ست حميدة. التزمي حدودك معنا ولا تتجاوزيها أبداً، عم تفهمي؟ احترمي صهرك وما تحكي معه بهالطريقة قدام الكل. يلي لازم يتعلم الاحترام أنت مدام هنا، وأول شي لازم تعمليه تروحي تتعلمي كيف تحترمي الناس. شو نسيتي؟ نسيتي وقت كل الناس ضحكت على عائلتكن وعملتكن مسخرة؟ وقت هذا الزلمة راح وتزوج على مرته مع أنه أبو كمان عنده ولدين، وقتها ما كان في حدا بده يزوج بنته لشباب عائلتكن مزبوط، بس أنا لأني بحبك وبتعزي علي قبلت فيه. متذكرة مو؟ بتذكرك كيف كنت تجي على بيتي
وتترجيني لأقبل فيه؟ أنت ترجيتيني لأقبل زوج بنتي لأبني، وأنا شفقت عليكي وقبلت إني زوجة بنتي. أنا يلي عطيتكن بنتي دعاء، شو نسيتي هذا الشيء يا هينا؟ متذكرة الوعود يلي عطيتيني إياها هداك اليوم؟ ابني حيدر شاب حباب كتير، وبأكد لك مانو مثل أبوه أبداً. وبالأخير ابنك شو راح وعمل؟ قولي، راح تزوج وجاب له مرة تانية. بحب قلك إنه ابنك طلع أسوأ من أبوه بكتير كمان. على قليلة زوجك راحت راح وحب بنت غريبة وما بتعرفيها، بس ابنك هاد شو عمل؟ حب وحدة قاعدة معكم بالبيت؟ ابنك راح وحبها لخطيبة أخوه، قولي لي في أسوأ من هيك؟